جمهورية مصر العربية أن يرحب بكم جميعاً في منتدى الأعمال المصري البيلاروسي السادس. وكلمة الترحيب الأولى يلقيها السيد الأستاذ أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية، فليتفضل سيادته. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة صاحب الدولة، دولة الدكتور مصطفى مدبولي، دولة السيد رومان جولوفيشينكو رئيس مجلس وزراء جمهورية بيلاروس، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، الزملاء الأعزاء من مجتمعي الأعمال البيلاروسي والمصري، ضيوفنا الكرام، سيداتي والسادة الحضور، يشرفني بالإنابة عن 6 مليون تاجر وصانع ومؤدي الخدمات من منتسبي الغرف التجارية المصرية، وبالأصالة عن نفسي أن أرحب بدولة الرئيس رومان غولوفيشينكو رئيس مجلس وزراء بيلاروس والوفد المرافق له في منتدينا اليوم، والذي يشرف بحضور أصحاب المعالي الوزراء وقيادات المال والأعمال من دولتينا الشقيقتين. نجتمع اليوم في منتدى الأعمال السادس لنستغل علاقاتنا السياسية المتنامية لدعم علاقاتنا الاقتصادية، سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الإقليمي. ونحن نؤمن بتنمية التجارة في الاتجاهين، سواء في التجارة أو الاستثمار أو في السياحة والخدمات، فلدينا فرصا واعدة في التكامل بين الصناعتين، صناعاتنا، فيجب على الشركات المصرية استغلال الصناعات البيلاروسية للتصنيع المشترك بقيمة مضافة بمكونات من دولتينا للتصدير لدول الجوار لننمي صادراتنا سويا. وبالمثل للشركات البيلاروسية، فيمكنها التغلب على تكاليف النقل بالقيام بالتصنيع النهائي في المصانع المصرية بمكونات ومدخلات من دولتين، وذلك للسوق المصري الذي يتجاوز 110 مليون مستهلك، إلى جانب التصدير إلى مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر دون جمارك، والتي تتجاوز 3 مليار مستهلك في الاتحاد الأوروبي والدول العربية وإفريقيا بالكامل وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة، وهو ما نقوم به حاليا في الجرارات، وسيبدأ إن شاء الله في الشاحنات، وهو ما قمنا بإطلاقه بحضور أصحاب الفخامة من رؤساء الجمهوريات من الجانبين. وفي هذا الإطار وباسم القطاع الخاص المصري، أدعو الحكومتين لإنهاء اتفاقية انضمام مصر لاتفاقية التجارة الحرة الأوروسية، لتكون أداة فعالة لتنمية علاقاتنا الاقتصادية. ويجب على الشركات البيلاروسية أن تستفيد من موقع مصر وموائنها لإنشاء مراكز لوجستية لصادراتها، خاصة في محور قناة السويس، لتتمكن من الوصول لأسواقها التصديرية بيسر وسرعة وبتكلفة أقل.
كما يجب أن نسعى لتنمية تبادلنا السياحي بعد تيسيرات الحصول على التأشيرات إلكترونياً، وفي هذا الإطار ندعو لفتح خط طيران مباشر بين دولتين، كما ندعو شركات الاستثمار السياحي والعقاري المصرية للنظر إلى الاستثمار في بيلاروسيا وكذا في البنية التحتية، مستغلين خبراتهم في الخطط العاجلة التي نفذت في مصر. ومثل بيلاروسيا فقد سعت الدولة المصرية جاهدة لاستقبال هذا التعاون بينها وبين كافة بلدان العالم، فقد قامت مصر بحزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية والهيكلية لتيسر مناخ أداء الأعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المرفقة في كافة ربوع مصر، بعد أن نفذت برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والتي تواكبت مع مشروعات كبرى في كافة المجالات. كل ذلك مدعوما بتطوير وسائل النقل متعدد الوسائط لتربط مصر بالعالم من خلال المواني المحورية الحديثة ومناطق خاصة وحرة متميزة مثل محور قناة السويس وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتطورة والكباري عابرة القارات، لننقل ما ننتجه سويا بيسر وكفاءة للأسواق العالمية. واليوم تشهد مصر استقبال المزيد من الاستثمارات الجديدة بالإضافة إلى الوفود السياحية ونمو ملحوظا في الصادرات، كل ذلك يتواكب مع إصلاحات اقتصادية وهيكلية وإجرائية ناجزة. فالدور علينا جميعا ممثلي القطاع الخاص من الجانبين لخلق الشراكات وتحالفات واستثمارات جديدة، وأن نستثمر الفرص الهائلة التي تقدمها دولتينا اليوم. فلدينا الإرادة السياسية الداعمة للعلاقات الاقتصادية، ولدينا فرص واعدة للتعاون في الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية والمشروعات الكبرى، ولدينا الموقع الاستراتيجي المتميز، ولدينا مجتمع الأعمال الفاعل والنشط والذين تلتقون ببعض اليوم. فمرحبا بكم في مصر أرض الفرص الواعدة، والسلام عليكم ورحمة الله.